نبدا مع البروفيسور نبيل التشفوتي بقراءه في اخر تطورات الوضع الوبائي في المملكه على مدى الثلاثه اسابيع الماضيه. بروفيسور، شرتم في يعني في النشرات ديالكم، فكاين واحد تطور فيما يخص المؤشرات الوبائيه من بعد ما تم اتخاذ عدد من الاجراءات يعني الوقائيه الافتراضيه منذ مدة ثلاثة أسابيع. وهذا يعني هذا التطور ترجم في بإضافة إلى انخفاض في عدد يعني الحالات التي يتم تشخيصها يوميا، كذلك في انخفاض ديال عدد الوفيات وفي انخفاض ديال واحد المؤشر اللي يعتبر يعني مؤشرا موثوقا يترجم سرعة انتشار الوباء لما نكون في مرحلة انتشار الوباء على النطاق المجتمعي، ألا وهو عدد ديال الحالات التي تستدعي الاستشفاء في أقسام العناية المركزة والإنعاش. فهذا يعني هذا العدد بدا كينخفض هذا الأسبوع، يعني هذا الأربع أيام ديال هذا الأسبوع إلى غاية اليوم. فالمعدل ديال عدد الحالات التي تلج يوميا الى اقسام الانعاش والعنايه المركزه هو 80، بعد ما كان استقر تقريبا ثلاثه ديال الاسابيع التي مضت في 120. فنتمنى ان يستمر يعني هذا المنحى. بروفيسور، يعني مهم هذا التدقيق بحكم ان ربما حتى عدد التحاليل المنجزه لاحظنا في الاسابيع القليله الماضيه بان هناك انخفاض في اعداد التحاليل المنجزه خاصه في نهايه الاسبوع، وهذا ما يفسر ربما ارقام يوم الاحد ويوم الاثنين تكون منخفضه بالمقارنه مع الارقام في بقيه الاسبوع. هو يعني هذه المساله تنظن سبق لنا تطرقنا لها، هو انه لما يكون يعني العدد ديال الحالات نشطه بعشرات الالاف، فمساله طبيعيه ان منظومه الرصد والاستقصاء الوبائي والكشف المبكر والتشخيص يعني تستنزف طاقتها، وبالتالي فيعني العدد ديال الحالات التي يتم تشخيصها ما تيبقاش مؤشر اكثر وثوقا الذي يترجم سرعه الانتشار. هذه مساله مفروغ منها، لان يعني الامكانيات ديال جميع المنظومات الصحيه ماشي في المغرب ما كتبقاش كتسمح باش يتم التشخيص بنفس الشكل. لهذا يعني كتولي مؤشرات اخرى اللي هي مؤشرات في نفس الوقت ديال الخطوره، وكتولي هي المؤشرات الموثوقه ديال سرعه الانتشار، الا وهي عدد الحالات الحرجه، يعني العدد المطلق اللي هي قيد الاستشفاء، وكذلك العدد الحالات التي تلج يعني الاقسام العنايه المركزه يوميا. هذا المؤشر في كذا الاسابيع اللي مضات كان تقريبا 120، وهذا كان يعني كان مؤشر ديال واحد الانتشار كبير. ومساله اللي كتبان لي انا من يعني من منسجمه مع المده الزمنيه الفاصله ما بين يعني مع الفتره ديال هذه الاجراءات الاخرى، فكنعرفوا بان فاش كتم يعني شي اجراءات احترازيه تيخص شويه ديال الوقت باش كتترجم، لا سيما على مستوى العدد ديال الحالات الحرجه. وهذا هو الشيء اللي بدينا كنشوفوا هذا الاسبوع، وكنتمنى انه يستمر.